وفق الرؤى الثاقبة المستنيرة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان الإيمان بالاستثمار في الرأس المال البشري كهدف أسمى لتأتي الخطط الاستشرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة محقق ذلك، حيث كان الاهتمام الأول بقطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على تطويره أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في الدولة، إذ يعتبر توفير التعليم لجميع أفراد المجتمع أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف. في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة ومختلف أنحاء العالم، جاءت الخطط واستراتيجيات إمارة الشارقة حازمة، حيث فعلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جهودها مطلقة مبادرة الشارقة تستعد للتعليم عن بعد لجميع الطلبة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع المدرسي، وبشكل استثنائي لطلبة المدارس وأولياء الأمور والإدارات المدرسية لكل حلقة دراسية ليتحقق العمل والالتزام والانضباط والمراقبة والمتابعة متكللاً بنجاح المرحلة الأولى. ليتم إعلان استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية العام عبر اعتماد المرحلة الثانية لضمان استدامة التعليم والتعلم من لحظة التحصيل إلى التقييم، حيث يبدأ العمل بالمرحلة الثانية لمختلف المراحل التعليمية. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وحول القرار الوزاري لتمديد منظومة التعليم عن بعد، جاءت هذه الاستجابة للظروف الاستثنائية والجهود الوطنية الرامية إلى اعتماد أفضل الآليات حفاظا على المجتمع. وللتحدث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا من خلال الاتصال المرئي سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص. مساك الله بالخير دكتورة وحياك الله معنا. أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم. يا مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص كانت من الهيئات السباقة في الحقيقة في تطبيق أنظمة التعليم عن بعد، وحتى ما قبل حدوث هذه الأزمة ما يعكس الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال إطلاق مبادرة مدارس الشارقة تستعد للتعليم عن بعد. دكتورة، حدثينا عن ما تضمنته هذه المبادرة من جاهزية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقات الجميع بالصحة والعافية، وسلم الله الجميع من هذه الجائحة، ندعو أن ترتفع عنا إن شاء الله وتزول قريبا إن شاء الله. باسم هيئة الشارقة للتعليم الخاص أتقدم بالشكر لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون صراحة على هذه المتابعة الحثيثة والحرص على بث كل ما يتعلق باستمرار التعليم في إمارتنا الحبيبة فعى مدارس الخاصة في إمارة الشارقة. العفو، الله يحفظك. طبعا مثل ما تفضلت أستاذ محمد، نحن يعني كنا على استعداد من حيث البنية التحتية، لأن بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه عند إنشاء الهيئة قمنا بإعدادها بحيث أنها تكون على أساس البنية التحتية والتعامل مع المراجعين عن بعد، وأطلقنا في العام الماضي 4 منصات، وهذه المنصات فعلت كلها كانت للتعامل مع المراجعين، كل المعاملات كانت معاملات ورقية تحولت إلى معاملات عن بعد وعلى على على, على الإنترنت. فالحمد لله يعني استعدادات كهيئة تنظيمية كنا الحمد لله في هذه في هذا المجال كنا مستعدين. طبعا احنا اطلقنا مبادره مدارس الشارقه تستعد، وهذه في خلال الاسابيع اللي ما قبل صدور قرار ب مثلا تعطيل الدراسه، وفي هذه الفتره يعني قمنا بجهود كبيره مع المدارس حقيقه، والمدارس قامت بجهود كبيره انها تستعد. في هذه الفترة كانت الطلبة مثل ما أنتم تعرفون كانوا في إجازة الربيع،
ولكن المعلمون والهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ونحن في الهيئة ما كانت عندنا إجازة، بالعكس كنا نشتغل على أساس أن المدارس تستعد من حيث اللجان، من حيث البنية التحتية، من حيث سياسات بسرعة يعني بدينا نسويها عشان يعني تنظيم العملية هذه. صحيح. فالحمد لله يعني عرفنا في خلال فترة بسيطة جدا وفي خلال تقريبا أسبوعين أن المدارس طبعا بإمكانياتها المختلفة كانت على استعدادات مختلفة، طبعا في اللي كان مستعد 100% وفي اللي كان بعد محتاج دعم وإرشاد ومتابعة. صحيح، يعني تعرفنا على الجزئية المتعلقة في كيفية تهيئة الظروف لنظام التعليم عن بعد لفئة المعلمين أو المدارس عموما، لكن بالنسبة للطلبة دكتورة ما هي الخطوات التي يعني قمتم بها في هذا الخصوص؟ احنا طبعا مثل ما انتم تعرفون نحن جهة تنظيمية رقابية للقطاع الخاص وبالذات المدارس الخاصة. صحيح. فنحن يعني عن طريق المدارس نوجه الطلبة ونعمل على يعني التأكد من جاهزية المدارس. فعن طريق المدارس قمنا بإعداد دليل لولي الأمر، دليل أو سياسات لولي الأمر، سياسات للمدارس من هالطريقة، وبعد ألزمنا المدارس ووجهنا المدارس إنهم بعد يتعاملون ويكون عندهم خط ساخن بالنسبة لملاحظات أي أسئلة استفسارات من أولياء الأمور، ومثلا يعني يحطون جدول، مثلا في بعض المدارس حطت جداول من أول أسبوع، في مدارس أخرى عملت الجدول قامت يعني تجهز أو تعدل في الجداول. فيعني نحن كهيئة الشارقة للتعليم الخاص جهة نتعامل مباشرة مع المدارس بحكم أن نحن أن هذه المدارس مدارس مختلفة على مناهج مختلفة، عندنا فوق 10 نوع من المناهج، مناهج أجنبية، بريطانية، أمريكية، أسترالية. صحيح. وزارية. فعن طريق المدارس نتعامل أو مع الطلبة أو أولياء الأمور. صحيح. طيب يعني دكتورة هل امتدت أدواركم كذلك لتشمل أولياء الأمور؟ ذكرتي بأن التواصل مع أولياء الأمور ما يكون بشكل مباشر ولكن من خلال المدارس، طيب هل تم تهيئة أولياء الأمور كذلك لكذلك نظام التعليم عن بعد، خصوصا أنه يعتبر نظام جديد على الأسرة ككل؟ نعم، صراحة إحنا بمتابعتنا للمدارس شفنا أن أغلبية المدارس كانت عندها برامج ومباشرة مع أولياء الأمور، مثلاً وبعدين يوم الخميس اللي ما قبل يوم الأحد اللي بدأ التعليم عن بعد، يوم الخميس خليناه يكون يوم تجريبي، فوجهنا كل المدارس أن هذا هو يكون يوم تجريبي للتعلم عن بعد في الفترة الصباحية للحلقة الثانية والثالثة، وفي الفترة المسائية للحلقة الأولى طبعاً بوجود أولياء الأمور. فمن هالمنطلق نحن يعني وجهنا المدارس أنها تتعامل مباشرة مع أولياء الأمور، والمدارس الحمد لله قامت بجهود عظيمة صراحة في أنهم يعني يكون عندهم أجوبة لاستفسارات أولياء الأمور والطلبة. الآن نحن في هذه المرحلة نتواصل مع أولياء الأمور عن طريق نشوف استبيانات. الحين أطلقنا مؤخراً من تقريباً 3 أيام أطلقنا استبيان لأولياء الأمور، الحين نأخذ ملاحظاتهم. جميل. الآن نبغي نعرف شو كانت تجربتهم. الآن نبغي نعرف شو تحدياتهم. صحيح. فممكن بعد نتكلم عن الاستبانة هذه بعد بالتفصيل. جميل. طيب يعني رجع الصدى هو ما تقصدين من خلال إجابتك التي تفضلتي بها قبل قليل، عملتوا استبيان ووزعتوا على أولياء الأمور على الأسر، وكذلك يعني مهم بالنسبة لنا معرفة الأصداء ولو بصورة مبدئية ولو في الصورة الأولية لها، كيف كانت الأصداء، كيف كان التفاعل، كيف كان التجاوب، ما هي أبرز الملاحظات التي وردت ولو بشكل مبدئي؟ طبعا احنا اطلاق الاستبانة صارت يمكن صار لها 3 أيام فقط، ولكن لكن بصراحة من يعني التفاعل مع هذا الاستبيان، يعني الآن
أنا أشوف الأوراق اللي قدامي هني تقريباً 40,000 ولي أمر ملل استبانة، ومن أصل 123,000 ولي أمر فتح الاستبانة بس ما كملها. طبعاً إحنا في مرحلة في المرحلة الأولى يعني من هذه الاستبانة. النتائج الأولية مبشرة صراحة أستاذ محمد، مبشرة إن الحمد لله المدارس كلها معانا في التعلم عن بعد، يعني ما في مدرسة بطريقة ما تعطي هذه الخدمة، فهذه يعني الحمد لله نتائج مبشرة. نتائج المبشرة أيضا إن أولياء الأمور يعني موجودين مع أولادهم أبنائهم في المنزل ويساعدونهم طبعا في المنزل. طبعا هذه يعني نتائج أو إحصائيات أولية، بعدنا نحن ما خلصنا الاستبانة، إن شاء الله بنحاول نخلصها على يوم الخميس بيكون آخر موعد للاستبانة هذه، وبعدين بناخذ نتائج تحاليل على الإجازة نص نهاية الأسبوع. صحيح. بنحللها بطريقة يعني بعد أكثر عشان نقدر نطلع فيها بقرارات معينة نقدر أو نرشد فيها ونوجه فيها المدارس. صحيح. طبعا هذا الاستبانة هاي بعد أستاذ محمد. نعم. لكل مدرسة بيوصلهم بعد يوصلهم يعني نتائج الاستبانة لكل مدرسة، فنحن يعني صراحة حب يعني أبغى أشكر أولياء الأمور اللي تفاعلوا معنا من أول ما أطلقت هذه الاستبانة واستفسارات هذه، وعطونا يعني فوق 10,000 ملاحظات، فإحنا الحين حاليا ياسين نحصر النتائج عشان نقدر ننشرها يعني ونستفيد منها. صحيح. يعني دكتورة بكل صراحة بكل شفافية، كيف نقيم جودة هذه الأنظمة اليوم وفعالية دورها في كذلك استكمال وإنجاح العملية التعليمية؟ من خلال استبيانات ربما وردتكم ملاحظات تتعلق في بعض المشاكل التي يواجهها الجميع أو ربما الغالبية، ليس الجميع بالتأكيد، الغالبية وإن كانت ربما أقل من الغالبية في مسألة الاتصال والتواصل، أمور تتعلق بمشكلة في التقنيات بالتحديد. نعم أستاذ محمد ما أخفي عليك، طبعاً المدارس لها يعني إمكانيات مختلفة، يعني في مدارس ما شاء الله إمكانياتها وبنيتها التحتية كانت جاهزة. صحيح. في خلال كم من يوم كانت جاهزة وأطلقت وعملت، في مدارس أخرى احتاجت لدعم أكثر، في مدارس أخرى احتاجت لي ورش عمل إحنا اللي يعني وجهناها للمدارس ووفرناها للمدارس، يعني فوق 15 ورشة عمل بعدد يمكن فوق 90 ساعة، تخيل في خلال أسبوعين 90 ساعة ورش تدريبية للمدارس، بحيث إن نتأكد إن المدارس كلها عندها يعني اللي ما يعرف يتعلم واللي يعرف يتحسن وهكذا. الآن إحنا خلصنا الأسبوع الأول، والملاحظات اللي وصلتنا صراحة الملاحظات يوم الأحد في أول يوم من التعلم عن بعد أستاذ محمد ما أخفي عليه تليفوناتنا ما سكتت، إيميلاتنا كانت بالآلاف، أنا الواتساب عندي كان لاحق أرد على ملاحظات أولياء الأمور، ملاحظات المدراء المدارس وهكذا. اليوم نحن في اليوم الثامن من التعليم عن بعد. نعم. خفت بصراحة بقول لك يعني من هكذا يمكن يكون مؤشر، خفت التساؤلات والاستفسارات، ولكن هل نحن يعني وصلنا 100%؟ بعدنا. المبشر في الموضوع أستاذ محمد. نعم. إن المدارس تتأقلم وتغير من جداولها، مثلا لو كانت المدرسة مثلا ملاحظات، أكبر ملاحظة أو أكثر ملاحظة وصلتنا إن المدارس ما عندها بث مباشر للصف الافتراضي هذا، فاللي ما كان عنده قام الحين يوفر هذه الخدمة، اللي ما كانت عنده البنية التحتية أو ما كان عنده البرنامج المناسب يغير البرنامج وياخذ البرنامج المناسب. طيب دكتورة إلى جانب يعني نظام التعليم عن بعد، كيف تتابع هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقية مشاريعها طبعا وفق خطتها الاستراتيجية؟ طبعا نحن يعني التعليم عن بعد جزء كبير طبعا ماخذ يعني ماخذ أولوية وأهمية أكبر
وأكثر الموظفين يعني خاصة فريق تقنية المعلومات وفريق الرقابة وفريق التحسين خبراء التحسين كلهم يعني يشتغلون على التعلم عن بعد. ولكن طبعاً إحنا عندنا إجراءات وعندنا أمور كثيرة، مراجعين ما زالوا يحتاجون معاملاتهم تخلص عشان ما نعطل أي حد. كل المنصات الحمد لله المتوفرة الآن الحين فعلناها 100%، أول كانت يمكن مفعلة 80%. يعني ما أخفيك أستاذ محمد، من قبل الدوام عن من البيت الحين إحنا 100%. هيئة الشارقة للتعليم الخاص كل الموظفين يعملون عن بعد، يعملون في بيوتهم، والحمد لله ما يعني الأداء نشوفه، الأداء ما شاء الله جد عالي. فالمراجعين يعني نخلص معاملاتهم عن بعد. صحيح. وطبعاً مثل ما وجهنا سمو ولي العهد أمس إن إحنا ما نعطل معاملات المتعاملين والمراجعين. الحمد لله إحنا ماشيين على هذه الخطة، وفي عندنا ما شاء الله معاملات. الحين أمس كان عندنا اجتماع مع كل الموظفين وما شاء الله أرقام، يعني الناس كلها خلاص تفاعلت مع المنصات. واللي كان بالرغم من المنصات كان يبغي يرجع يجي للمقر ويحضر المقر، الآن مضطر إنه يستخدم المنصات. فالمنصات الحين يعني فعلناها بشكل أكثر. فالحمد لله الأمور الأخرى كلها ماشية، ومعاملات الناس مش متأخرة، والحمد لله رب العالمين. فنعم، فهذا إحنا يعني خططنا هذه. نعم. جميل. يعني كذلك دكتورة، هناك ربما خطط ومبادرات بدأت فيها منذ بداية العام الدراسي وما زالت مستمرة، جزء منها ربما توقف للظروف والمستجدات وجزء منها ما زلتوا مستمرين فيها. أبرز هذه الخطط. نعم. هذه المبادرات التي تقومون بها حاليا واللي تتوافق مع ما تفضلتي وذكرتي قبل قليل. نعم، صراحة يعني نحن كانت عندنا مثلا اجتماع عصف ذهني إن شو بعد ممكن نحن كهيئة الشارقة للتعليم الخاص نقدم. نعم. لأبنائنا الطلبة ونقدم لأولياء الأمور في هذه الفترة، بحيث إنهم بعد نخليهم مو بس يكون فقط تعليم. فأطلقنا عن قريب من يومين تقريبا مسابقات عن بعد. مسابقات هم 3 مسابقات أستاذ محمد، وتشمل كل المراحل التعليمية. المسابقة الأولى مسابقة سميناها كنوز الشارقة. هذه المسابقة على إبداعات الطلبة اللي حاب مثلا يعمل فيديو، يبغي مثلا موهبة معينة عنده، عزف مثلا آلة موسيقية، أي شيء، أي موهبة ممكن، أو رسم أو روبرت أو أي شيء. هذه المسابقة الأولى من مراحل الروضة إلى الصف الخامس. صحيح. المسابقة الثانية هي مسابقة الكتاب أو الكتاب الصغار. نعم. اللي هم نحاول ننمي فيهم الكتابة والإبداع، فهذه بمشاركة مع وتعاون مع كلمات، مؤسسة كلمات. نعم. فما شاء الله يعني في إقبال الحين، حتى تونا يعني بدينا في المسابقة، بس ما شاء الله في إقبال كبير، وشفنا الناس قامت تسجل على هذه المسابقة. المسابقة الثالثة هي اللي تختص بالمراحل الثانوية، اللي هو من الصف العاشر إلى الثاني عشر. نعم. مسابقة لريادة الأعمال، نبغي نحن ننمي ريادة الأعمال ومهارات ريادة الأعمال عند أبنائنا الطلبة، وخاصة في الصفوف العاشر إلى الثاني عشر. وهذا بالتعاون المباشر مع مؤسسة شراع، ما شاء الله ما قصروا. فيعني حاولنا نحن ننتهز فرصة وجود الطلبة وأبنائنا في المنزل، قضاء وقت فراغهم، يمكن بعد نحفزهم إنهم يشاركونا في هذه المسابقة. لا شك في ذلك، كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص على هذه المعلومات وعلى هذه كذلك الخطة التي تفضلتم بذكرها حول آلية التعلم عن بعد فيما تحقق وسيتحقق بإذن الله إن شاء الله في القادم من الأيام. شكرا لك دكتورة. شكرا أستاذ محمد، شكرا للمشاهدين الكرام. الله يحفظك.